ينضم لنا هنا اليوم وزير السياحة والشؤون البيئة في سوازيلاند المحترم كريستوفر غواتمي. مرحبا بك في هذا المناسبة. ما هي المبادرات والخطط التي لديكم من أجل الترويج للسياحة في سوازيلاند؟ بدأ أود أن أستغل هذه الفرصة من أجل أن شكركم على دعوتكم على هذه الإجراء هذه المقابلة. وكمملكة إسواتيني هنالك مجموعة من الخطط والأفكار التي خرجنا بها من أجل ترويج السياحة في بلادنا، وسأذكر بضعا من هذه المبادرات. إن مملكة إسواتيني الآن على وشك تمكين السياح من الحصول على التأشيرات في كل نقاط الدخول، ونحن نعرف بأنه لا توجد لدينا سفارات في كل أنحاء العالم. هنالك الكثير من السياح الذين يأتون زيارتنا، وبالتالي نحن بصدد أن نمكنهم من الحصول على التأشيرات من نقاط الدخول إلى وأيضا الإمارات العربية برحلاتها إلى إسواتيني. سوف تمكن السياح من القدوم مباشرة إلى المملكة برحلاتها، كما أيضا نحن نقوم ببناء مركز جديد في إسواتيني لديه القدرة على استضافة فعاليات كبيرة ومؤتمرات ومعارض، وبالتالي مع استثمار هذا المركز نحن واثقين بأنه سوف يقوم باستقطاب وجذب استجابة العديد من الناس من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لغايات مختلفة في مملكة إسواتيني. طبعا سوازيلاند مشاركة في تباتا هنا في أفريقيا في وطبعا هي أحد أهم العروض الضيافة ويجب حضورها. وما الذي تقوم به إذن وزارة السياحة في مملكة سوازيلاند وتعرضه على السياح وشركات السياحة؟ إن مملكة إسواتيني تعرض منشآت الإقامة يمكنها أن تلبي احتياجات جميع أذواق الناس، منشآت إقامة أيضا تعبر عن المأروث الثقافي والتي تعبر عن وجودنا أيضا في أفريقيا، كما أيضا لدينا مجموعة من الفعاليات الثقافية مثل مارولا مهرجان المارولا ومثلا أيضا مهرجان الإندوالا والتي تميزنا عن الدول الأفريقية الأخرى. وما هو أيضا ما الخطوات التي تأخذها وزارتكم أيضا من أجل اجتذاب السياح العرب والناطقين باللغة العربية؟ أولا نقول بأننا كنا نحضر المهرجانات السياحية أو المعارض السياحية العربية التي تمكننا من الوصول إلى السياح العرب، ولدينا طبعا جدولات لمقابلات مع محطات وشاشات تلفزه من أجل الوصول إلى نسبة أكبر من المشاهدين. هذا ما نحاول القيام به من أجل اجتذاب عدد أكبر من السياح من الدول العربية. وكما تعرف بأن هنالك بحوث أشارت إلى أن مواطني الدول الشرق الأوسط هم من أهم السياح المنفقين للمال. كيف أو ما هي المبادرات التي تنظرون وتفكرون فيها من أجل اجتذاب هذا النوع من أو هذه الفئة من السياح إلى بلدكم؟ طبعا في مملكة إسواتيني
نحن نستهدف سياح الشرق الأوسط ونحاول أن نوفر ما يتماشى مع نمط حياتهم، وبالتالي نوفر لهم المنتجات التي تلائمهم هذا ما نقوم به الآن. وكيف أيضا تتنافس سوازيلاند مع دول الجوار التي لديها تشابه معكم؟ في واقع الأمر أقول بأننا لا تنافس بمعنى المنافسة، ولكننا نتعاون مع دول الجوار، ونحن نعرف بأن أوباما لانا لديها الحياة البرية، وعندما نأتي إلى سوازيلاند سوف ترون الثقافة الأصيلة التي لم يتم العبث بها ولا زالت على حالتها الأصلية. وإذا ذهبتم إلى الموزمبيق سوف تجدون البحر أو الشواطئ، وبالتالي نحن لا نتنافس وإنما نحن نكمل بعضنا البعض في دول الجوار. وما هي التحديات الرئيسية التي تواجهونها في بلادكم من أجل تعزيز السياحة؟ أنت ربما ستلاحظ بأن مملكة سواتيلينا هي دولة ليست فيها شواطئ وهي برية، وبالتالي نحاول الاستفادة مما هو متاح لأفضليتنا، وبالتالي نحن يمكن للسياح أن يزوروا بلادنا ويمضوا 5 أيام، يمكنهم زيارة المملكة كاملة. إذا مملكة صغيرة، نحن نستغل ما هو متوفر من الموارد وتحت أيدينا من أجل توفير التجربة كاملة. إذا هل قلت لنا أيها الوزير كم عدد السياح الذين زاروا سوازيلاند في العام 2017 بالمقارنة مع 2016، وما هي طموحاتكم فيما يتعلق بالعام 2018؟ في العام 2016 كان هنالك 1,342,000 من السياح زاروا سوازيلاند، وأنا أعتذر، كان هنالك 1,287,296 في العام 2016، وفي العام 2017 كان هنالك زيادة وصلت إلى 1,342,641 سائحا. إذا نحن نتوقع نموا وزيادة بنسبة 5% في العام 2018، وبالتالي نحن نتوقع من الزوار أن يصلوا إلى 1,492,000 في العام 2018. بكل تأكيد أنت تتفق معي بأن السياحة هي من أهم القطاعات في اقتصادكم. ما هي النسبة التي تمثلها السياحة في إجمالي الناتج القومي في بلادكم؟ في العام 2016 الأرقام التي ذكرتها توا أشارت إلى أن قطاع السياحة قد ساهم بنسبة 0.9% من إجمالي الناتج القومي للبلاد. وأخيرا، ما هو مقدار المردودات من السياحة في العام 2017؟ وهل لديكم أي أهداف للعام 2018 فيما يتعلق بعائدات التي تودون أن تحصلوها؟ نحن وثقنا عوائد بقيمة 509 ملايين في العام 2017، ونحن نتوقع زيادة بمقدار 5% التي تحدثت عنها سابقا في العام 2018، ليصل العوائد بنسبة 510 ملايين. شكرا لك سيد الوزير على خروجك معنا في قناة الجزيرة. Das ist ein guter Schutz.